شهبة، أنا صحفية استقصائية وكاتبة ومحررة علمية. بيشرفني إن أنا أتحدث لحضراتكم عن كتابي الوصم. الكتاب هو عبارة عن كواليس لتحقيق استقصائي أعددته ونشرته سنة 2014. كمان هو عبارة عن قصص لمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري في مصر، واستعراض لمعلومات علمية عن فيروس نقص المناعة البشري، طرق انتقاله، متى تم اكتشافه، هل يمكن الوقاية منه ولا لأ، وازاي يمكن التعايش معاه. كمان تتبعت فكرة الوصم بشكل علمي، ايه سبب ارتباط الوصم بالامراض، ليه الوصم ارتبط بفيروس كوفيد-19، لان السبب الحقيقي هو ان الانسان عدو ما يجهل. وحقيقة هو ده كان السبب الاساسي اللي دفعني ان انا اكتب الكتاب دوت، وان انا اتكفل بنشره باللغة العربية تحت مسمى الوصم، وباللغة الانجليزية تحت مسمى Death by Stigma. لان الكتاب بيبحث في سبب الوصم المجتمعي، وكمان بيقدم عرض حقيقي لقصص إنسانية لمعاناة متعايشين مع الإيدز بسبب الوصمة المجتمعية. أنا لدي قناعة أن الوصم سوف يزول إذا تم إنارة العقول، وأن الوعي هو كلمة السر، وأن هو ممكن أن هو يغير الواقع للأفضل. وده كان الهدف الأساسي اللي أنا أعددت الكتاب من أجله، وقمت بترجمته للغة الإنجليزية بهدف نشر رسالته على أوسع نطاق ممكن. أتطلع كمان لترجمته إلى لغات أخرى. الهدف الأساسي من الكتاب كان التغيير عبر نشر الوعي، ووجهته بشكل أساسي لفئة الشباب، وهم دول أكتر فئة فعلا تفاعلت مع الكتاب. كمان وجهت الكتاب للصحفيين، لطلاب الصحافة والإعلام والصحفيين الشباب. أنا صحفية في منتصف مسيرتي المهنية، مقتنعة جدا جدا بأن الأجيال لازم تتواصل، مفيش جيل هيستمر للأبد، وإلا ما كناش احنا هنبقى موجودين. لمست من خلال عملي كمدربة صحفية مستقلة إن الصحفيين الحافز عندهم، شباب الصحفيين بالتحديد، الحافز عندهم مش كبير، وإن كتير منهم بيقع في دوامة اليأس لما بيقابلوا صعوبات. أنا مش بقلل من الصعوبات، الصعوبات دي واجهتنا جميعا، بس حبيت إن أنا أشارك معاهم تجربتي وأقول لهم إن مفيش حاجة مستحيلة. في حاجات صعبة هتقابل صعوبات كتيرة جدا، بس في النهاية هتقدر إنك توصل وتقدر إنك تنجح.